سألوا محمد علي بن إسماعيل نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية عن الكتاب اللي قريناه الساعة ده، وفي وقت من كده حقرا لك بعد شوية. قالوا له رأيك شنو؟ شوف قال رد، قال شنو؟ فضيلة الشيخ، ما صحة ما ينسب إلى تفسير الضلال لمؤلفه سيد قطب، وكاتب الضلال لكن ظلال القرآن، كتاب قيم يا أخي، كتاب قيم في مجاله، كتاب قيم جدا في مجاله، فهو يتناول القرآن بنوع أدبي، نوع أدبي، يعني هو يتعرض كثيرا للأحكام، يتعرض لأشياء، لكن دائما غايته أن يتناول القرآن بمنظور أدبي ويربط بالواقع المعاصر. هو كتاب قيم جدا في مجاله، جنى عليه كثير من الناس. نعم، قد يكون هناك بعض، ما من كتاب يا أخوان أبى الله إلا أن يتم كتابه، لكن فيه من الخير الكثير إن شاء الله. نعم، إذا كان ده نائب جماعة أنصار، نائب رئيس جماعة أنصار السنة، فكيف تقولوا لي ده ما أخوان مسلمين؟ خربانة من كبار الشغلة دي. ده نائب رئيس الجماعة، نائب رئيس الجماعة في السودان كله وخارج السودان، أي سوداني ينتمي لأنصار السنة ده نائب الرئيس بتاعه جناح الإصلاح. يشكر في كتب كلها كفر وإلحاد كمان. شوف سيد قطب وضلاله وجهله بالتوحيد، جزء 4 من الظلال، الصفحة 1846 1846. سيد قطب جاهل بالتوحيد تماما، ده كتاب الظلال برضو الجزء 4، هذا هو الكتاب. قال سيد قطب: فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف، وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. كلام ده صح يا جماعة؟ المشكلة كان عند المشركين في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الألوهية، بنص القرآن. المشركين والكفار موضع الربوبية ده في الجملة كانوا عارفين انه مقرن به في الجملة. ربنا قال: ولئن سألتهم، يعني سألت المشركين ديل، من خلق السماوات والأرض الخالق وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وربنا قال لو سألت المشركين ديل: ولئن سألتهم من خلقهم، ودي الربوبية، توحيد الربوبية، ليقولن الله. يبقى مشكلتهم ما كان في الربوبية، عكس ما قال سيد قطب، مشكلتهم كانت في الألوهية. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم بالربوبية اللي بيؤمنوا بها عشان يؤمنوا بالألوهية اللي بيكفروا بها. فقال تعالى في أول البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دي الألوهية، ليه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، دي الربوبية، اعبدوها، اللي انتم بتؤمنوا بربوبيته، الذي خلقكم، دي الربوبية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأنزل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد ذلك رجع لهم ثاني الألوهية، طالما غرته بالربوبية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. زول جاهل بالقرآن اللي قال هو فسره، جاهل به تماما، وده أساس القرآن، إنك تعلم إن المشكلة كانت في الألوهية مع الرسل كلهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه شنو؟ شوف الألوهية، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كتاب قيم في مجاله يا أخي، قال جنى عليه كثير من الناس. طبعا ما الناس، العلماء هم من ردوا على الكتاب ده. الشيخ بن باز هو لما قالوا له الكتاب ده قال: هذه الكتب ينبغي أن تحرق. الكتب دي، ده محمد الأمين إسماعيل بطعن في العلماء، الشيخ بن باز والألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع وغيرهم من العلماء والأئمة الجهابزة الطعنوا في الكتاب ده، قال جنى، سماهم جنات، وحتى ما قال علماء، قال الناس، الناس. ولما نجي يجلس مع الصوفية يمجدهم ويتكلم عن الأخوان المسلمين يمجدهم، وجابوه بالتلفزيون لابس الشال الأخضر بتاع الصوفية،
والمديح قدامه شغلوا له قدامه قاعد يتوطح كده كمان. ده نائب رئيس الجماعة يا أخواننا. يبقى الجماعة دي حالة شو؟ كلام ده واضح ما داير له لكلكة، لكن في ناس مصالحهم اللي بتخليهم يتلكلكوا.